لما بنقول نشوة أو سعادة بغض النظر عن اللي ممكن يترتب عليها، فإحنا بنقصد بيها هنا العادات، والعادات إما عادات جيدة وإما عادات سيئة. لكن إحنا ممكن نفهم إن المخ عايز يكون عادات جيدة تبسطنا، لكن اللي مش مفهوم أبدا هو ليه مخنا لو هو فعلا مخ ذكي ليه يخلينا نتعود على حاجات غلط ومضرة. والحقيقة إنه في سبيل إنه عايز يبسطك بيبص بس على الأثر النفسي المباشر، وأغلب العادات السيئة اللي عندنا لو فكرنا فيها نلاقيها بتحقق لنا متعة أو سعادة وقت ما بنعملها، الوقت اللي بيكون فيه المخ مسيطر على الموقف، زي الأكل بشراهة، التدخين، شرب الكحوليات، وقيس على دول بقى كتير. كل حاجة في دول قادرة فعلا تسعدنا مش هننكر، لكن بعد ما بتخلص بنحس بتأنيب ضمير شديد. هنا بقى جه وقت العقل اللي بيحكم على جودة أو السوء اللي عملناه بغض النظر عن السعادة اللي حققناها منه. السؤال البديهي بقى دلوقتي، طب هو ليه المخ بيعمل كده؟ ليربط سعادتنا بحاجات مضرة لصحتنا وبحاجات ضد أفكارنا وضد مبادئنا. وعشان نجاوب على السؤال ده محتاجين ناخد رحلة صغيرة كده. احنا دلوقتي في سنة 1902، والعالم الروسي إيفان بافلوف بيبدأ واحدة من أهم التجارب في تاريخ البشرية، التجربة اللي أثرت جدا في علم النفس والفلسفة والعلوم الطبية كمان. التجربة دي هي تجربة الكلاسيكال كونديشنينج أو الاشتراط الكلاسيكي، وبتتسمى كمان البافلوفيان دوكس اكسبيرمنت. الفكرة بدأت عنده لما بدأ يحلل سلوك الكلاب اللي كان بيجري عليهم تجارب سابقة، يفحص بيها جهازهم الهضمي وغدودهم اللعابية، اللي لاحظوا بافلوف إن في سلوكيات معينة في الكلاب مش بتحتاج تتعلمها، زي إنهم مش بيتعلموا يشغلوا غدودهم اللعابية في الوقت اللي اتعودوا إن الأكل يتقدم لهم فيه، إنما ده سلوك فطري متأصل فيهم وفي تكوينهم العصبي، ورد الفعل ده بيرتبط فيما بعد بالعادات اليومية عند الكلاب. عشان يجرب الكلام ده استخدم بافلوف بندول ايقاعي وعرضه في الاول على الكلاب، مفيش حاجه حصلت طبعا، البندول بذاته كده مش مؤثر اصلا في سلوك الكلاب. بعدين بدا يربط صوت البندول مع الوقت اللي بيقدم فيه الاكل ليهم، قبل الاكل ما يتقدم يرن البندول، بعديها ياكلوا، بعديها بشويه فصل بافلوف بين صوت البندول وتقديم الاكل للكلاب، والنتيجه انهم كانوا بمجرد ما يسمعوا صوت البندول يبداوا فورا يفرزوا لعاب كانهم بالظبط هياكلوا. بطريقة ما الكلاب قدرت تحول عن طريق العادة شيء ملوش معنى، ملوش تأثير مباشر عليهم، وملوش علاقة بالأكل، بأنهم يعملوا رد فعل التجهيز والاستعداد للأكل. بمعنى تاني، هم اتعلموا سلوك جديد عليهم وربطوا بين الأكل والصوت، وبقى الصوت بيعمل لهم حالة النشوة اللي بتحصل لهم لما الأكل يتقدم لهم. الكلام اللي فات ده على فكرة خطير جدا، وهقول لكم كمان شوية ليه. لو فكرنا بعقلنا هنلاقي ان صوت البندول مش أكل، ده رقم واحد، وملوش قدرة على تقديم الأكل، ده اتنين، خلي بالك بقى من اللي جاي، وملوش علاقة لا بالجوع ولا بالشبع، بس بمجرد ما بيسمعوه بيتكون عندهم إحساس بالجوع حتى لو كانوا شبعانين، لأن الصوت اتربط عندهم بنشوة تقديم الأكل ليهم. إزاي الربط ده حصل عندهم؟ فهنقول إنه حصل لأن المخ حول فعل متكرر لعادة، لسلوك اتعلموه بشكل لا إرادي. احنا دلوقتي بقى في سنة 1954، وعن طريق الصدفة هيقع اتنين من العلماء هما جيمس أولدس وبيتر ميلنر على اكتشاف عظيم جدا، وده كان عن طريق تجاربهم على الفيران. كانوا الاتنين شغالين على عينة من الفيران، كل واحد من الفيران كان محبوس في صندوق اسمه سكينرز بوكس. سكينرز بوكس ده عبارة عن صندوق فيه فتحة صغيرة يدخل منها ضوء، وفتحة تانية يدخل منها الأكل، وواحدة تالتة تدخل منها المية، وأرضية عبارة عن مادة موصلة للكهرباء، وزرار يدوس عليه الفار وقت ما يحب تخش له مية أو أكل. الصندوق ده كان بيستخدم في البحث العلمي عشان يساعد الحيوانات تتعلم وتكتشف وتاخد ردود فعل معينة حسب الظروف اللي حواليها. اللي ده قال عالمين دول كان شيء غريب جدا هقول لكم عليه دلوقتي. الطبيعي اننا ما نحبش نتكهرب، وفي التجارب بتاعت فريدريك سكينر كانت الكهرباء من المؤثرات اللي بتخلي الفيران توقف عادة او سلوك معين عندهم، لانها كانت شكل من العقاب بالنسبة لهم. ده شيء طبيعي جدا صح؟ بس اللي قال عالمين هنا كان عكس كده تماما، لقوا ان الفيران بتتعود انها تدوس على الزرار المسؤول عن توصيل كهرباء بسيطة لجسمهم، ولقوا انهم بيبقوا عايزين يتكهربوا وبيفضلوا يدوسوا على مصدر الكهرباء ده كذا ساعة ورا بعض لحد ما يتعبوا. السلوك ده كان غريب جدا وعادة مش منطقية خالص، ده في فار داس على مصدر الكهرباء 7500 مرة في 12 ساعة بس. لكن التجربة دي كانت المفتاح اللي هيخلينا نكتشف ان في مكان في المخ اثارته بتخلينا نحس بنشوة بغض النظر عن الطريقة اللي بيستثار بيها ولا فايدتها ولا ضررها. المكان ده هو الريورد سيستم، نظام المكافأة في المخ، او الميزوكورتيكال ليمبيك سيركت. واقترح العالمين دول ان هرمون الدوبامين هو مادة السعادة في البشر اللي بتطلع من الريورد سيستم ده. الريورد سيستم هو واحد من اهم انظمة المخ على الاطلاق، هو مسؤول عن تكوين العادات اللي بيفتكرها مخنا مهمة عشان الحياة حتى لو هي مش مهمة فعلا. هو اللي بيخلينا نقرب من الحاجات اللي فيها متعة، الأكل والكحوليات ولعب القمار، وهو اللي بيبعدنا عن الحاجات اللي فيها ألم وتعب وكفاح،
زي المذاكرة والصلاة، حتى لو الحاجات دي مهمة لينا جدا. بتبدأ القصة في منطقة في المخ اسمها الاسترياتم، مركز نظام المكافأة. المنطقة دي هي مسؤولة عن المشاعر والإحساس بالسعادة، وهي اللي بتنظم تفكيرنا وتساعدنا ناخد قرارات، هنعمل كذا أو ما نعملش، نقرب ليه أو نهرب منه. في حالتها العادية بتبقى مؤشر كويس عشان نقدر نحدد قيمة الحاجات على حقيقتها، لكن مع المخدرات والعادات بتتغير معاييرها تماما. المعايير دي بتتشقلب لما الدوبامين بيتفرز بكميات كبيرة بتتناسب مع المؤثر اللي بيخلي المخ يفرزه، وكل ما العادة تتمكن أكتر كل ما الجسم يفرز دوبامين أكتر لحد ما نوصل لمرحلة إدمان العادة، وبيبقى عندنا وقتها تخيل إننا لو وقفناها حياتنا هتنتهي أو هنبقى بشر تعساء. المنطقة الأساسية اللي بيجي منها الدوبامين هي منطقة الـ VTA الـ Ventral Tegmental Area، وبعديها يروح الدوبامين لمنطقة تانية اسمها Nucleus Accumbens بيحفزها ويخليها كمان تطلع دوبامين. المنطقة دي بتخلي الجسم في وضع استعداد وترقب للفعل اللي هيحقق له السعادة، والطريق ده اسمه الميزوليمبيك دوبامين باسوي. عمل الفعل نفسه بقى بيجي لما تتحفز منطقة تانية هي الـ Prefrontal Cortex، دي بقى اللي بتعالج الإشارات اللي جايلها من الـ VTA والنيوكليس أكامبنس، وهي اللي بتدي الأوامر بالتحرك الفوري، والطريق دون اسمه الميزوكورتيكال دوبامين باسوي. مع الوقت وتكرار العادات والأفعال، الأنظمة دي كلها بتبقى مبرمجة على إنها تتحفز وتتفاعل مع بعضها لما نعمل حاجة معينة أو نفتكر الحاجة دي أو نشوفها. عشان كده المدمنين اللي اتعالجوا بيقعدوا مع مدمنين تانيين بتحصل لهم انتكاسة وبيرجعوا مرة تانية للمخدرات. مرة وتانية وتالتة مخنا بيترجم الفعل اللي بنعمله على انه مصدر نشوة وسعادة، وبيبقى متحفز ليه جدا عشان يسعدك ويبسطك. ومن ورا كل ده بينك وبين نفسك شايف ان اللي بتعمله ده غلط وما يصحش وعيب، لكنك مش قادر تبطله، وتاخد الف قرار بعد ما تخلص الشيء دون، وتحلف انك مش هترجع، وبترجع تاني مع اول الم. شيء معقد جدا ومرعب اننا نعمل اللي احنا متأكدين اننا لازم ما نعملهوش. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة، وسيبولنا تعليق يفيدنا، واشوفكم على خير.